بسم الله الرحمن الرحيم. الحين احنا بدنا نروح على سكشن لوبيتال رول او قاعده لوبيتال. بدنا نكون لو كان عندي indeterminate forms صفر في ما لا نهايه او ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. طبعا صفر في ما لا نهايه او ما لا نهايه في صفر ما هي نفس الشيء ولا لا؟ طبعا ما لا نهايه زائد ما لا نهايه هي ما لا نهايه. ما لا نهايه في ما لا نهايه هي ما لا نهايه. ما لا نهايه في سالب ما لا نهايه هي سالب ما لا نهايه. حكايه اشارات هذه مش من الصور غير المعينه. الصور الغير معينه ما لا نهايه ناقص صفر، ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، وصفر في ما لا نهايه او ما لا نهايه في صفر. هذول الصورتين او صور غير معينه دائما بنحاول نحولهن لصوره بسط على مقام، والتعويض المباشر يعطيني يا صفر على صفر يا ما لا نهايه على ما لا نهايه عشان اقدر اطبق قاعده لوبيتال. تمام. نشوف الامثله اللي عندي. بقول بدي ليميت اكس في ساين واحد على اكس لما اكس تقول للصفر من اليمين لما لا نهايه لما لا نهايه. اوكي لما لا نهايه. الان واحد على ما لا نهايه صفر، ساين الصفر صفر، يبقى ما لا نهايه في صفر، يبقى هي صوره غير معينه. بدي احاول احولها لصوره بسط على مقام، ونحاول نطبق شروط او نطبق شروط لوبيتال ونطبق لوبيتال. الان لو جيت قلت بوضع اتش هي واحد على اكس، اتش بتساوي واحد على اكس. طيب من هان اكس ايش بتساوي؟ واحد على اتش، لانه هذه اصلا هي اتش اكس بتساوي واحد بضرب التبادل، صح؟ طيب ايش بدي؟ اكس قسم على اتش قسم على اتش. في ناس ما بتستوعبش الكلام هون، يبقى اكس بتساوي واحد على اتش، يبقى هذه صارت اتش. طب هذا واحد على اتش، يبقى كله لازم يكون بالاتش. طب لما اكس تقول لما لا نهايه، از اكس جوز تو لما لا نهايه، لما اكس تقول لما لا نهايه واحد على ما لا نهايه، واحد على نهاية صفر، يبقى اتش تقول لايش؟ للصفر. اذا الليمت لاكس في ساين واحد على اكس لما اكس تقول لما لا نهايه تساوي الليمت لما اتش تقول للصفر، صح؟ اتش تقول للصفر، والمفروض نقول احنا بالموجب كمان لانه اكس كلها قيم موجبه، ما علينا. لا واحد على اتش في ساين اتش، مظبوط؟ طب هذه مش بسط على مقام؟ اعتبر هذا على واحد. يبقى بدها تساوي الليمت لساين اتش على اتش لما اتش تقول للصفر، ايش بتطلع هذه؟ واحد نظريا، نظريا توجيهي. نهاية جيب سين على سين لما سين تقول للصفر، واحد نظريا. صح ولا لا؟ نظريا. يا ستي قاعدة لوبيتال إحدى طرق برهان النظرية أصلاً. هذه لو عوضنا تعويض مباشر بتكون ساين الصفر على صفر، صفر على صفر. طب قلوب بيمشي الحال. انا قادر اقول تساوي واحد من النظريه، او بقدر اقول بتطبيق قاعده لوبيتال، لوبيتال رول بتساوي ليمت لما اتش تقول للصفر كوزاين اتش على واحد. وعوضي كوزاين الصفر واحد، كوزاين الصفر وتساوي واحد. هيك او بالصوره بيمشي الحال. تمام؟ هاي المثال الاول. المثال الثاني امسح مين؟ خلينا نتفل هناك. بدنا ليميت بي ليميت جذر اكس في لين اكس، واكس تقول للصفر من اليمين، اكس تقول للصفر من اليمين. جذر الصفر صفر، لن الصفر من اليمين السلام عليكم. بس 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 خلص. انا زعلت هيك. سالب ما لا نهايه
لما الاقتران يقول للصفر من اليمين الاقتران بيقول له سالب ما لا نهاية. حافظين الرسمة ولا لا؟ سالب ما لا مظبوط. مشيت رسمتها؟ هاي اللين وهذه واحد مظبوط ولا لا؟ فلما اكس تقول للصفر من اليمين الاقتران يقول الا سالب ما لا نهاية. خلي السالب نطلعه برا. يعني قصدي انه على صورة صفر في ما لا نهاية ولا لا؟ يبقى هذا على صورة صفر في ما لا نهاية. اذا صورة غير معينة بدي احولها لايش؟ لبص على مقام عشان اقدر اطبق لوبيتال زي ما عملنا في المثال اللي قبله. بس اللهم انه اخذ بالي من الملاحظه الثانيه. لما اقول 5 على 2 5 على 2 في شيء لا الاثنين مش هي 1 على نص صح؟ بقدر احول القسمه لضرب واقول 1 ضرب 2 على 1 بتطلع 2 صح؟ فاي حاجه بدي اخليها في المقام بجيب مقلوب مقلوبها مقلوب المقلوب بيطلع العدد نفسه. يبقى هذه اللي اعتبرها تساوي ليميت لين اكس على 1 على جذر اكس. بديش اكبر الشحطه عقبال هذه تحط راسها براسها بتخرب الدنيا بعنده مع بعض صح هيك؟ تعويض مباشر الان اشوف 1 على 0 ما لا نهاية ما لا نهاية والجذر طبعا هذا موجب 1 على ما لا نهاية لن الصفر سالب ما لا نهاية. يبقى هذا ما لا نهاية ما لا نهاية بقدر اطبق لوبيتال ولا لا؟ بقدر. يبقى انا حولتها من صورة غير معينة إلى صورة لوبيتال بقدر اطبق لوبيتال. يبقى هتساوي لي ليميت هي لوبيتال رول تساوي ليميت لما اكس تقول للصفر من اليمين اطبق البسط ايش؟ مشتقته 1 على اكس 1 على اقتران في مشتقة الاقتران. طيب هذه 1 على قبل ما اشتقها بدي ابسطها هاي في الهامش 1 على جذر اكس هي 1 على اكس اس نص اللي هي اكس اس سالب نص صح؟ لما بدي اشتق هذه واحطها على طول ماشي الحال؟ طبعا هيك التوضيح بيكون واضح. يبقى سالب نص اكس اس سالب 3 على 2 تمام؟ اوكي. طيب الواحد على اكس مش هي اكس اس سالب 1؟ يمكن انا بعد حال غير المكتوب عندكم بده يساوي مش لوبيتال انا مش اشتق بس ترتيب اللي قدامي. هذا عباره عن ليميت السالب نص هذه لو طلعتها فوق وطلعتها برا يبقى هاي سالب 2 برا صح؟ الآن عندي الإكس 1 على إكس هي إكس أس سالب 1 هذه لو طلعتها فوق تطلع إكس أس 3 على 2 صح؟ بالموجب أصبح اجمعوا إيش صار عندي؟ سالب 2 طبعا لما إكس تقول للصفر من اليمين الليمت لما إكس تقول للصفر من اليمين إكس أس نص إكس أس نص اللي هي إيش؟ طب جذر الصفر يبقى سالب 2 في جذر الصفر وتساوي صفر تمام؟ في مشاكل؟ كويس؟ اه قال لي صفر من اليمين من اليمين اكس تقول لصفر من تقترب من الصفر لكن تاخذوش مش ما فيش اللين غير معرف مجاله من صفر لما نهاية مفتوحة بس على يمين الصفر الصفر مش داخل أصلا فيش شمال ويمين خلاص؟ أوكي المثال اللي بعده 1 على ساين اكس ناقص 1 على اكس اكس تقول للصفر ساين الصفر صفر 1 على صفر ناقص ما لا نهايه يبقى ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه هي الصوره الغير معينه اخذنا هذه عليها مثالين وهي هذه الان ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه كيف بدي احولها الى صوره ما لا نهايه على ما لا نهايه او صفر على صفر فبدنا نجمع هذول الكسرين بدي اجيب ليميت
واحد على ساين إكس ناقص واحد على إكس لما إكس تقول إلى صفر. هذا طبعا على الصورة ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. بفضل أنا لو كتبنا هيك تعويض مباشر. والمثال اللي قبله كان كتبناها إيش؟ سبب في ما لا نهاية أو ما لا نهاية بسبب. بعرفش إيش كانت عندك. الآن هذا بدي أقول تساوي ليميت لما إكس تقول للصفر. هذه في هذا إكس ساين إكس صح؟ واحد هذه هيك ناقص ساين إكس. نعود تعويض مباشر. صفر ناقص صفر على صفر في صفر. صفر على صفر. يبقى أصبحت على الصورة إيش؟ صفر على صفر. على الصورة طبعاً غير المعينة. بس بحب أكتب كثير. الآن يبقى بقدر أطبق لوبيتال. يبقى بقول تساوي على لوبيتال رول ليميت لما إكس تقول للصفر. البسط واحد ناقص كوزاين إكس. ها؟ الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. تعويض مباشر. واحد ناقص واحد كوزاين الصفر بواحد صح؟ واحد ناقص واحد صفر. صفر في أبصر إيش؟ زائد صفر صفر. يبقى صفر على صفر. يبقى هذا برضو صفر على صفر. يبقى بقدر أطبق لوبيتال. مجرد ما أنا أكتب لوبيتال خلاص ما فيش داعي عشان نوفر مساحة. بقدر أقول تساوي بلوبيتال ليميت لما إكس تقول للصفر. البسط هذه صفر. ايوه ساين اكس مباشر. على برضه حاصل ضرب اقترانين. الاول في مشتقة الثاني هي الاكس في سالب ساين اكس صح؟ الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول زائد كوزاين اكس. زائد مشتقة هذه زائد كوزاين اكس. تمام؟ الان بدي اعوض. تعويض مباشر. هذا هطلع عندي صفر على صفر زائد واحد زائد واحد. يبقى صفر على اثنين وتساوي صفر وهو نقطة. حليت كذا سؤال أنا من التمرين تبع سكشن 7-5. أكثر من مرة أنتبه لحالي وأنا بشتق حاصل ضرب اقترانين أقول الأول في مشتقة الثاني ناقص الثاني في مشتقة الأول. مرتين ثلاثة. إيش الدعوة؟ يمكن ساعة واحدة ولا تنتين في الليل عزيزة. عشان هيك. إيش الدعوة؟ صرت أشوف. طب الصاين مقابل عواتر مجاور عواتر صرت أشوف في حالي. صحيح مع الإرهاق الواحد بطل يجمع. للعلم أنا حليت كل تمرين سيكشن 7-5. أخذ معي 8 صفحات. 8 حليته كله. بس أنا بديش أقول لكم كنت عشان ما تندلوش علي. هو الوحيد اللي بسها حلو وخلص. وإذا بدكم بعطيكم إياه. إن شاء الله. في شوية توضيحات عن الحلول الموجودة في الكتاب. أوكي. الآن وصلنا لآخر حاجة في السكشن اللي هي indeterminate powers يعني أسس غير معينة. أسس أو قوة غير معينة. زي إيش؟ لما يقول واحد أس ما لا نهاية، صفر أس ما لا نهاية، ما لا نهاية أس صفر، صفر أس أي حاجة. هذه كلها قوة غير معينة. كيف بدنا نحلها؟ في عندنا قاعدة بسيطة وبتسهل علينا الحل. إيش أو كيف نتعامل مع أسئلة من هذا النوع؟ كمثال مثال 7 بدي أعطيكم إياه أنا بس. بده ليميت واحد زائد إكس أس واحد على إكس لما إكس تقول أظن إلى ما لا نهاية إلى صفر من اليمين. تعويض مباشر. واحد زائد صفر واحد على صفر يبقى واحد أس ما لا نهاية. هذا صورة غير معينة. كيف بنحل هذا النوع من الأسئلة؟ طبعا السؤال طالب ليميت هذا الاقتران. اقتران أو مش اقتران؟ بقول خذ الاقتران اللي قدامك وسميه اف اوف اكس هي واحد زائد اكس أس واحد على اكس. هات اللين للاقتران. خذ اللين. اللين بيجيب الأس الأرض. يبقى واحد على إكس في لين الواحد زائد إكس. تمام؟ معايا ما تقوليش صعب مش فاهمين. اسأل أول بأول. أوكي؟ الآن هاتي ليميت لين الأف أوف إكس. يعني هجيب ليميت هذا الكلام. بيطلع عندي إيش؟ بدي أحل بيطلع عندي عدد. في الإي قاعدة بتستنى إيش هنا بتسلطوا عليها. إيش يعني؟ افرض أنا جبت ليميت لين اف اوف اكس طلع عندي عدد وليكن ان.
هذا ليميت مين؟ اللين. والسؤال طالب ليميت مين؟ ليميت الاف. السؤال طالب ليميت الاقتران مش ليميت اللين تبعه. انا بدي اجيب ليميت اللين عشان اجيب من خلاله ليميت الاقتران. فالقاعدة بتقول لي كالتالي. هالحين ممكن نستوعب القاعدة ايش بتقول. المكتوب عندنا في الصندوق بقول لي اذا كان ليميت لما اكس تقول لايه للين اف اوف اكس تساوي ال فان ذن ليميت اف اوف اكس لما اكس تقول للايه يساوي ليميت اي اس لين اف اوف اكس لما اكس تقول للايه. واذا كانت اللين اف اوف اكس طلع عدد الليمت تبعها بيجي الليمت هذا بيجي الليمت ايش بيطلع بيساوي اي اس ال كمان ما. اذا كان ليمت اللين بيساوي ال فان ليمت الاف هو اي اس ال. هيك القاعده بتقول تمام. ايش بيطلع من اللين حطوه على الاي بكون هو الليمت المطلوب. كلام بسيط. يبقى القصه كلها كيف اجيب ليميت اللين ايش ما تطلع بحط اس للاي بكون هو النهايه. اشوف هذا المثال نكمل. معطيني الاقتران 1 زائد اكس اس 1 على اكس فرضناه باف اوف اكس. هاتوا اللين تبعه بيطلع عندي بالصوره هذه. هذا الان مش هو لين 1 زائد اكس على اكس. أصلاً هذا على الصورة غير المعينة واحد اسمها لنهاية اتفقنا صح؟ يبقى بدي أحولها لصورة لوبيتال إذا بقدر وبجيب من خلالها. الآن هذه باللين أصبحت بسط على مقام. تعويض مباشر لما إكس تقول لها قديش إحنا بدنا؟ صفر. إكس تقول لها صفر من اليمين. أيوة وين إحنا مسحنا السؤال ها؟ أوكي. الديترمينيت باورز الحين إحنا. هو بده الليمت 1 زائد اكس اس 1 على اكس لما اكس تقول لصفر من اليمين. فاحنا فرضنا الاقتران باف اخذنا اللين للطرفين صار عندي بالصوره هذه. الان بدي ليمت لين اف اوف اكس لما اكس تقول لصفر من اليمين بيساوي ليمت لما اكس تقول لصفر من اليمين للين 1 زائد اكس على اكس صح؟ الآن بالتعويض المباشر هذه 1 زائد 0 لن الواحد 0 على 0 0 على 0 بقدر أطبق لوبيتال يبقى يساوي هاي لوبيتال رول. إيش مشتقة المقام؟ هاي الليمت تنسوش الليمت لما إكس تقول لصفر من اليمين. إيش مشتقة المقام؟ ما فيش داعي أقول على 1 يبقى خلينا على مشتقة البسط. إيش مشتقة البسط؟ مشتقة الاقتران على الاقتران صح؟ عوض عن إكس بصفر تصير 1 على 1 زائد 0 وتساوي 1. هذا الواحد بدنا نحطه على الاي. ايش النظريه قالت؟ اذا كانت ليمت اللين اف اوف اكس لما اكس تقول لاي تساوي ال فان في الاخر قال لي ليمت الاف اوف اكس اللي بدك اياها لما اكس تقول لاي بتساوي اي اس ال. اذا كان ليمت اللين بيساوي 1 اذا ليمت الاف اوف اكس لما اكس تقول للصفر من اليمين بيساوي ليميت اعيد كتابه السؤال معلش 1 زائد اكس اس 1 على اكس لما اكس تقول وتساوي اي اس 1 اللي هي قديش؟ في الواقع مثال 7 بيقول لي اثبت انه الليميت اي. احنا حلينا وطلعت لنا اي مضبوط تمام. نشوف مثال 8 اللي بعده. مثال 8 اللي بعده اكس اس 1 على اكس بده فايند اكزامبل ليميت اكس اس 1 على اكس لما اكس تقول الى ما لا نهايه. في الواقع هذا على الصوره ما لا نهايه اس 0 صح ولا لا؟ ما لا نهايه اس 0. يبقى هذه من الانديترمينيت باورز من القوى غير المعينه.
ايش بدي اعمل؟ نشغل على قاعده اللين. باجي بقول له هان ليت اف اوف اكس تساوي اكس اس 1 على اكس. اذا لين اف اوف اكس تساوي 1 على اكس لين اكس وتساوي لين اكس على اكس. تمام. اذا ليميت لين اف اوف اكس لما اكس تقول لما لا نهايه يساوي ليميت لين اكس على اكس لما اكس تقول الى ما لا نهايه. تعويض مباشر ليميت لين ما لا نهايه ما لا نهايه تطلع فوق لما اكس تقول لما لا نهايه. وهذه ما لا نهايه بهذا صوره ما لا نهايه على ما لا نهايه. يبقى بنطبق لوبيتال رول. يبقى ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه هذه مشتقتها واحد. يبقى هذه مشتقة البسط 1 على اكس وتساوي ايش؟ صفر. هذا الصفر لمين؟ للن. مين اللي بتلقى الصفر تحت؟ الاي بتستنى الصفر ينزل عليها. باجي بقول له اذا ليميت الاف اوف اكس لما اكس تقول لما لا نهايه هو ليميت الاكس اس 1 على اكس لما اكس تقول لما لا نهايه وتساوي اي اس صفر اللي هي بتساوي 1 وهو الوقت. تمام. كلام بسيط جدا. هذا هو خلاصة او نهاية السكشن الان. طيب قبل ما نروح لسكشن 7-6 في انا ملاحظة عملت لكم اياها وبالالوان وبعثت لكم اياها على المجموعة صح؟ هذه لها علاقة بمين؟ لو فتحنا الكتاب صفحة 27 صفحة 27 آخر حاجة في التمارين شوفوا رقم V و VI. هذه مسائل ما حلناش ولا مثال بيشبههن خالص صح؟ ولا مثال. نشوف بس كلمتين صغار على السريع ونحاول نحلها. في عندي تعريف مش موجود عندنا في الكتاب. هذا التعريف له علاقة بالسؤالين هذول. تمام. بقول اسمه rates of growth معدلات النمو أو التزايد اللي هو as x goes to infinity. هيك اسم التعريف. بقول لي let f of x and g of x b اختصار لايش هذه؟ بوزيتيف. ماشي زائد ما هي بوزيتيف. بحطوا بوزيتيف بحطوا ناقص وفي جمال نيجاتيف ما علينا. بوزيتيف فور x ايش يعني صف شانت لارج؟ يعني كبيرة كبرا كافيا بمعنى تقول لما لا نهاية تكبر للآخر كثير كويس؟ صف شانت يعني كافي صف شانت. مش هستنى تكتبوا ما مصور ومحطوط على المجموعة تاخذ من المجموعة ماشي. هذا تعلق بسؤالين بس هذا مش موجود في الكتاب. F grows faster than G as X goes to infinity if limit F of X على G of X لما X تقول لما لا نهاية تساوي ما لا نهاية. Or equivalently
على f of x لما x تقول لما نهاية تساوي صفر. أوكي. بس هذا الجزئية الأولى والثانية مش مهمة كثير. أنا بكفيني هذه. إذا كان f وg اقترانين موجبين وكبار لما x بتكبر. إذا كانت أنسوا خلص هاي بديش أقول واحد واثنين. بنقول إنه f grows faster than g يعني تنمو أو بتكبر أكثر من g عندما x تؤول ما نهاية إذا كان limit ال f على g بساوي ما النهاية. والعكس لو قلبتن هتقول لإيش صفر ما النهاية على واحد تصير واحد على ما النهاية صفر or equivalently يعني أو بصورة مكافئة إذا كان limit ال g على ال f يساوي صفر. طبعا اي ديفينيشن عندنا احنا في الرياضيات اف اند دول اف يعني هو وعكسه كل من هو يؤدي الى الاخر. يعني لو كان الليمت جي على الاف يساوي صفر يبقى الاف اسرع من الجي او الجي ابطا من الاف. ايش يعني ابطا واسرع؟ اوضح لكم اياها. كله واضح في الورقه مع الشرح مع الامثله تمام. الان لو قلت لكم واحد على اثنين اس اكس بدنا الاكس تقول لما لا نهايه. حلو الكلام. عشان احنا نستوعب هان بدي اخذ اكس اعتبرها اعداد صحيحه اتعامل معها كاعداد صحيحه. حطوا لي اكس بواحد حتصير نص، اكس باثنين ربع، اكس بثلاثه ثمن، بعدين واحد على 16. مين بيصل ما لا نهايه قبل البسط ولا المقام؟ البسط ثابت والمقام بيكبر بيكبر. يبقى هذا حتقول لواحد عمل النهاية تطلع لي إيش؟ صفر. يبقى بقول المقام grows faster than البسط أو يعني هذا الكسر حيقول للصفر إذا البسط أصغر من المقام أو المقام أكبر من البسط صح؟ خلينا نأخذ 2 على 3 أس إكس برضو البسط أقل من المقام. حط إكس بواحد بعدين هذه في 2 وهذه في 3 على 27 بعدين في 2 16 على 81. شوف هذه قديش تكبر كمان في 2 32 على في 3 3 24 صارت في 200 200 وهذه لسه 30. طب كمان واحدة 64 9 12 يبقى المقام يصل للنهاية قبل البسط. يبقى حتصير عدد على ما النهاية بهذا تقول لإيش؟ للصفر. اللي بدي أقوله إذا كان عندي كسر البسط أقل من المقام وإكس تؤول إلى ما لا نهاية فالليمت صفر على طول تمام؟ يبقى لو قلنا A على B ليمت A على B أس إكس وإكس تؤول إلى ما لا نهاية تساوي صفر إذا كانت الـ A أقل من الـ B تمام؟ طبعاً والـ A والـ B مالهن؟ بوزيتيف موجبات تمام؟ هذه قاعدة. الآن بدي أشوف لو كانت إكس تؤول إلى سالب ما لا نهاية. طبعاً هذا التعريف اللي جاي بسيرتها بدنا نحطها إلا لأنه أنا عندي فقرتين في الأسئلة، واحد قال لي لما إكس تؤول إلى ما لا نهاية وواحد قال لي لما إكس تؤول إلى سالب ما لا نهاية. فإحنا بدنا نتعامل مع التنتين بناء على نفس المفهوم تبع التعريف هذا اللي كتبناه. بدي أخذ 3 على 2 أس إكس. احنا الان بنتعامل مع اكس تقول ايش؟ سالب. عكست الان الادوار. خذي اكس بقديش؟ سالب واحد، حتكون 3 على 2 اس سالب واحد، بدها تصير 3 اس سالب واحد على 2 على 3. صح؟ طيب 3 على 2 تربيع اس سالب 2 حتصير 2 اس سالب 2 وهذه 3، هذه تنزل تحت وهذه تطلع فوق بتصير 4 على 9. صح؟ يبقى في هذه الحالة لما إكس تؤول لسالب، لاحظوا إكس كل مرة بتكبر رايحة لوين؟ لسالب ما لا نهاية. الأس رايح لسالب ما لا نهاية. شدن في شعور بعض ولا إيش؟ يا بنات يا بنات لو سمحتم شوي شوي مش عندكم الصوت؟ الله يرضى عليكم ارفع علينا شوي تسجل هذا الكلام. فالان 3 على 2 انا بدي الاكس تقول لايش؟ سالب ما لا نهايه. يبقى هنا لما تكون 3 على 2 اس اكس
الليمت تبعها لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه بتساوي قديش؟ صفر. انا حتصير زي هيك 2 على 3 4 9 تروح لنفس المتباينه. تمام. يبقى نكتب قاعده زي هذه بدي اقول ليمت خلي عندي بي على اي اس اكس وبرضه نفس الكلام البي الصفر اقل من اي اقل من بي البي اكبر من اي كبير على صغير وهذا اكس تقول لايش سالب ما هذا حتسوي لي برضه صفر. اللي بدي اقوله في التنتين هذول اذا كانت اكس تقول الى ما لا نهايه بدي البسط اصغر من المقام، اذا اكس تقول لسالب ما لا نهايه بدي البسط اكبر من المقام عشان في الحالتين يعطيني صفر. فاهمين حاجه؟ اه طيب شوفوا هيك ما غير ما غير. هو انا عندي هو عندي انا المثال اللي قدامي اوكي انا عندي المثال الاول بيقول لي ليميت 2 اس اكس ناقص 3 اس اكس على 3 اس اكس زائد 4 اس اكس 3 اس اكس زائد 4 اس اكس لما اكس تقول الى موجب ما لا نهايه. ما دام اكس تقول لموجب ما لا نهايه أنا بدي عشان تصير صفر 2 على 3 مثلا صح؟ أس إكس بدي البسط المقام بصل من النهاية قبل فبدي عشان ما لا نهاية بدي البسط يكون أصغر من المقام فأنا بدي أقسم على حاجة كبيرة. أكبر عدد في الكسر كله الأربعة قسم كله على 4 أس إكس على 4 الحالة مش حلوة يعني لما أقسم 4 أس إكس لما أقسمها على 4 حتصير 4 أس إكس ناقص 1 صح؟ خرب الدنيا بديش اياها لا انا بدي اقسم على 4 اس اكس تقسيم 4 اس اكس يبقى حتصير يساوي ليمت لما اكس تقول الى ما لا نهايه هذا عباره عن 2 اس اكس على 4 اس اكس عباره عن 2 على 4 والكل اس اكس واحنا وزعنا الاس يبقى حتساوي 2 على 4 اس اكس ناقص 3 على 4 اس اكس على 3 على 4 اس اكس زائد 1 4 اس اكس على 4 اس اكس طبعا الاكس لسه ما وصلت شمال النهايه يقول غير معرفه لا 1 الان تعويض مباشر ما لا نهايه والبسط اصغر المقام يبقى 0 ناقص 0 على 0 زائد 1 وتساوي 0 على 1 وتساوي 0 تمام. تصور لو السؤال نفسه واكس تقول لسالب ما لا نهايه بدي البسط اكبر من المقام على اصغر عدد بقسم على اصغر عدد فنفس السؤال لو بده الليمت تبع 2 اس اكس ناقص 3 اس اكس على 3 اس اكس زائد 4 اس اكس لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه هقسم على ايش؟ على اصغر عدد اللي هو 2 اس اكس اصغر عدد كله طبعا انسوا هذا بحبش اكتبها انا اكتبها بالعربي بالقسم وخلص يبقى حيساوي ليمت لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه قسم على 2 اس اكس 1 ناقص 3 على 2 كل اس اكس هاد 3 على 2 اس اكس زائد 4 على 2 اللي هي 2 اس اكس تمام. الان لما اكس تقول لسالب ما لا نهايه هذا بقول لي ايش؟ للصفر. اتفقنا هيك؟ يعني اس سالب سالب البسط اكبر حيصير بنحولها بصير البسط اكبر فاهمين كلام كثير يبقى حيساوي 1 ناقص 0 على 0 زائد 0 وتساوي 1 على 0 ويساوي من تمام؟ هذا بالنسبه للجزئيه. اسألي اسألي تخليش قولي اثنين أس سالب ما لا نهاية صفر اه شوفي لما أقول اثنين أس سالب ما لا نهاية عبارة عن واحد على اثنين أس ما لا نهاية يعني واحد على ما لا نهاية هي قديش؟ مظبوط؟ تخليش اسأل
يبقى الحين في الفقرة الثانية اللي هي الفي اي 2 اس اكس زائد 4 اس اكس على 5 اس اكس ناقص 2 اس اكس اكس تقول لسالب ما النهاية بقسم على اصغر عدد مرفوع للاس اكس لكن لو موجب ما النهاية على اكبر عدد كان قسمت على 5 اس اكس صح؟ يطلع اللي يطلع هان بيطلع 1 زائد 0 على 0 ناقص 1 بيطلع ناقص 1 ناقص ايوه خذي بالك خذي بالك هذا المهم بهمني الفكره يعني ما بنتجاوز عن حاجات كثير في الامتحان نتجاوز نروح الان لسكشن 7 6 لك. Inverse trigonometric functions معكوسات الاقترانات المثلثي طبعا عشان يكون الاقتران له انفرس ايش لازم يكون واحد لواحد 1 تو 1 صح واحنا عارفين انه الساين مش 1 تو 1 الساين صح من سالب واحد لواحد هذا الرينج والدومين كل صح وبتجينا هيك جنب السماعه يا ام على طول هذا مش 1 تو 1 على ايش على الهوريزونتال لاين تيست بيقطع في كم نقطه عدد لا نهائي من النقاط فاحنا بنعمل حاجه اسمها ريستريكشن استقطاع من الدومين مجال معين تكون عليه 1 تو 1 فاحنا بناخذ المنطقه هان زي ما هي مثلا لانه ايوه من سالب باي على 2 من سالب باي على 2 انزل ايوه هذه هان بتكون معلش هان تنكتب سالب باي على 2 وهذه هان باي لو قلطنا الباي على 2 بصير 1 تو 1 لو اخذنا اي مش 1 تو 1 ببطل بصير الخط الافقي بيقطع فاحنا حنشيلها نشيلها من هان ومن هان يبقى هذا الجزء كله بدناش اياه والجزء اللي هان بدناش اياه بس يبقى هذا استقطاع هذا الاقتران 1 تو 1 اذا له انفرس تمام يبقى الساين انفرس اسف يعني لو كانت اف اوف اكس بتساوي ساين اكس لازم يكون هذا الاقتران معرف على دومين يكون عليه الاقتران 1 تو 1 عشان هيك احنا بناخذ انه الاكس تنتمي الى الفتره من سالب باي على 2 الى باي على 2 ايش رينج الاف من سالب 1 ل 1 صح ولا لا الان بدي اجيب اف انفرس اوف اكس اللي هي ساين انفرس اوف اكس حيكون دومينها من سالب واحد لواحد والرينج من سالب باي على 2 لباي على 2 يبقى هنا الاكس تبعت هذه الاكس اللي هي تنتمي الى سالب واحد وواحد صح والرينج تبعتنا الاف بدل ما اقول رينج ممكن اقول هذه واي واقول واي تنتمي الى بمشي الحال صح اللي هي الصوره وين تروح اوكي رينج بدها تساوي من سالب باي على 2 لباي على 2 فلو جيت ارسم الساين انفرس حنعمل اللي هي الخط اللي عارفين احنا الخط ونرسمها وتكون عندي بالصوره هذه هيك وتكون هنا هنا باي على 2 وهنا سالب باي على 2 وهذه بتكون 1 وهنا سالب 1 هي الدومين على محور اكس والرينج على محور واي صح هذا الساين انفرس المهم واضح انه الساين انفرس برضه اود فانكشن متماثل حول الصفر حول نقطة الاصل هي اقتران فردي صح اود فانكشن تذكروا طب مين كان زوجي زمان الكوزاين والسيكانت ف
فقط هن الزوجيات والأربع الباقيات odd functions مظبوط. هنا الساين اصلا هي odd والتان والسيك والكوسيكنت التان الساين والكوسيكنت والتان والكوتان كان فرديات والكوزاين ومقلوبة فقط للزوجيات. هنا عند الساين فردية ومقلوبة برضو فردي. المهم أنا خليني هذا الاقتران هو معكوس هذا الاقتران. الدومين تبعه بده يكون سالب واحد وواحد. لما بنعطيك سؤال يتعلق بالساين انفرس لازم الإكس هذا أخذها من هذا الفترة مش من هذا. يعني مش ساين لزاوية ساين لعدد والجواب زاوية. الجواب زاوية لأن الجواب بيطلع في الرينج صح ولا لا؟ وبالتالي لو قلت لك واي تساوي ساين انفرس فاش أقول لك باي على اثنين؟ بقول لك نص ممنوع. لو قلت لي واحد واثنين من عشرة بقول لك ما ايرور خطأ رياضي. انت بتعرف انه الساين ممنوع القيم تطلع تعدل واحد وسالب واحد يبقى خطأ. فأنا بدي أخذ مثلا قلت لك نص فلازم يكون الرقم هذا ينتمي والجواب واي الجواب ينتمي لهذه الفترة. تمام؟ طيب خلينا نكمل كلام على النقطة هذه بعدين ننطلق للبقيات. يبقى الساين انفرس هي الانفرس تبعت الساين وهي الدومين وهي الرينج. لما يقول لي واي تساوي ساين انفرس نص هذا معناها إنه واي هي الزاوية واي هي الزاوية التي جايبها نص. بس استنى شوي استنى أنا عارف أنتوا عارفين أنتوا شغالين على الحاسبة عليها طول عمرك متعودين عارف بس استنى شوي. لما قلنا اف واف انفرس مش في معادلة انفرسية كنا نقول ايش تطلع اكس والاف انفرس سيركل اف مش برضه تطلع اكس ولا لا؟ اه فانا لما يكون عندي واي بتساوي ساين انفرس النص خذي ساين للطرفين سيبيني من الطرف الشمال سيبيني خلي الواي هنا خذي ساين لهذا الكلام ايش المفروض يعطيني؟ ساين السبب لازم يطلع نص صح؟ والطرف النهائي ساين الواي يبقى سي الواي هي الزاويه اللي جيبها نص. هي تعريف ساين انفرس اكس واي تساوي ساين انفرس اكس اي ان واي هي الزاويه التي جيبها اكس. تمام واي هي الزاويه التي جيبها اكس. طب ممتاز سيبونا من هذا تعال نمسكها واي بتساوي ساين انفرس اكس يعني واي هي ايش زاويه جيبها اكس. طب اكس على ايش هذه على واحد ولما بقول لك واي هي الزاويه التي جيبها طب الجيب هو المقابل على الوتر صح ولا لا؟ بقدر اجيب المجاور ولا ها هذا غورس جذر واحد ناقص اكس تربيع وهذا المثلث بيساعدني في الاشتقاق. تمام يبقى واي تساوي ساين انفرس اكس واي هي الزاويه التي هي الزاويه التي جيبها اكس. يبقى لو رجعنا لسؤالنا اللي قبل شويه قلت لك حل المعادله تساوي نص يبقى واقول واي هي الزاويه اللي جايبها نص. لو رسمت مثلث حقول الهاي واي واحد على اثنين يبقى هذا ايش بكون جذر الثلاثه. يبقى احنا في مثلث 30 60 جايبها نص 30 ايش الزاويه اللي جايبها 30 قد ايش بالباي باي على 6 يبقى هم بقول تساوي باي على هل الجواب ينتمي هذه الفترة ولا لا؟ صحيح يبقى حلنا صح. وبعدين خذوا بالكم هذه الفترة وين وين؟ خلي هذا أنا قلت لكم عنها الفصل اللي فات برضه. لما بمشي في القياس الموجب بصل هان باي على 2 لما بمشي في القياس السالب بصل لسالب باي على 2 يعني تقع في الربع الأول أو الرابع الزاوية يا بتقع في الربع الاول يا الرابع مثلا يا بقول 30 او بقول سالب 30 او 330 ممكن اقول صح ممكن يعني في الربع الاول اذا وقعت في الربع الاول او الرابع اعرفها صحيح زي ما بدك. المهم هي بالصوره هذه لازم الجواب يطلع ايش ينتمي الى رينج الاف.
اسف هذا رينج مين الاف انفرس لانه هذا دومين الاف انفرس هذا رينج الاف انفرس اوكي تمام الان بدي اروح لمين للكوزاين الكوزاين احنا عارفين يقتران زوجي وبرضه زي الساين تتراوح ما بين السالب واحد والواحد لكنه زوجي يبقى هذا بكون هيك وهيك مزبوط ولا لا بمشي فلو اخذتها من سالب باي على 2 لباي على 2 ما استفدتش حاجه كلش 1 تو 1 فاحنا بناخذها من صفر لباي من حد ما يبدا يلف كمان مره يكرر حاله بديش انا يطلع مرتين فبقف لعند النهايه صح وهذه هي لف حاله ببطل 1 تو 1 بنشيل هذا فبناخذها من وين لوين من صفر لباي طبعا هذه الباي على 2 واحنا عارفين احنا عارفين الكوزاين اسف هذه الصفر واحد مظبوط هذا لمين للباي على 2 وعند الصفر والاثنين باي ايش الزوج المرتب تبعها واحد وصفر عند الباي سالب واحد وصفر عند الثلاثه باي على 2 صفر وسالب واحد الزوج المرتب على صوره كوزاين وساين صح فالكوزاين عند الباي على 2 صفر هاي الكوزاين عند الباي على 2 صفر الكوزاين عند الصفر واحد هاي الكوزاين عند الصفر واحد كوزاين عند الباي هايها سالب واحد تمام هذه هي الكوزاين من صفر لباي يبقى لو كانت عندي اف اوف اكس تساوي كوزاين اكس لازم تكون الاكس تنتمي الى الفتره من صفر لباي والرينج تبع الاف يكون من سالب واحد لواحد الان بدي اجيب الاف انفرس للكوزاين بدها تكون الاكس تنتمي الى سالب واحد لواحد والرينج الاف انفرس بده يكون من صفر لباي تمام يعني لو كان هن عندي واي واي لازم يطلع جوابها ينتمي الى هذه الفتره الزاويه إذا الواي أو الكوزاين انفرس هي الزاوية اللي جتاها إكس هي الزاوية اللي جتاها إكس إيش يعني الزاوية اللي جتاها إكس؟ لو جيت رسمت مثلث قائم زاوية وحطيتها أنا واي هذه كوزاين على إيش؟ إكس على واحد الكوزاين المجاور على الوتر يبقى هي الواي اللي جتاها إكس حيكون هذا إيش؟ بيشبه مثلث صايم بس مع التبادل إذن واي هي الزاوية جوابها زاوية اللي تقع ما بين الصفر والباي اللي كوزاينها بيساوي إكس تمام؟ يبقى الساين إلها دومين بكون عليه 1 تو 1 بقدر أعرف عليها إنفرس الكوزاين إلها دومين بقدر أعرف عليها 1 تو 1 بكون إلها تكون 1 تو 1 وأعرف عليها إنفرس وباقي الإلكترونات الأربعة اللي ضايلات برضو إلهن دومين ريستريكشن مستقطع يكون معرف عليها إلها إنفرس تكون 1 تو 1 ويكون معرف عليها كيف بدي أجيب أو أحفظ الفترات المكتوبة عندنا في الجدول في أول صفحة في السكشن طيب خلوا بالكم معي على السريع الآن عند الاقتران ساين إكس وكوزاين إكس وتان إكس وكوتان اكس وسك اكس وكوسيكان اكس تمام هذول الاقترانات هذه ايش الدومين اللي بتكون عليه 1 تو 1 قلنا الدومين من سالب باي على 2 لباي على 2 صح والرينج تبعها هاي دومين وهنا رينج بتكون من سالب 1 لواحد طبعا الانفرس بتكون من هذا لهذا طيب الكوزاين من صفر لباي وهذا من سالب واحد لواحد
الحين هذول شرحناها حكينا كل حاجة نيجي لهذول. هذه في الأصل مش هي ساين على كوزاين. طب وهذه مش واحد على ساين. هذه وهذا إلها علاقة بالفترة عشان أحفظ أنا الجدول كله بلزمني أنا في الحل بلزمني. التان عارفين رسمتها التان هاي الصفر بايع اثنين وهان سالب بايع اثنين ورسمتها بالصورة هذه هيك صح؟ يبقى الآن خليني على الريستريكشن على المنطقة هذه. هذه 1 تو 1 ولا لا؟ يبقى على هذه الفترة أنا بدي أعرف الانفرس تبعها. يبقى هي أنا بدي أخذها من وين لوين؟ نفس فترة الساين بس مفتوحة سالب بايع اثنين لبايع اثنين. أي حاجة لها علاقة بالساين عشان الساين في الباص الكتان الكوزاين في الباص فعلاقتها مع الكوزاين والسك مقلوب الكوزاين. فهذه وهذا وهذا العلاقة مع بعض وهذا 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 العلاقة مع بعض. شوف هذا وهذا نفس الشيء بس مفتوحة. شوف هذا عشان لها علاقة بالساين هتلاقيها سالب باي على اثنين وباي على اثنين. وش عملت أنا؟ نفس الفترة بس بعدتهن عن بعض. ليش؟ عشان اجي افصل احط هنا صفر مفتوحه وهنا صفر مفتوحه نفس الفتره. طب ليش؟ لانه الكوسيكنت غير معرف عند الصفر. الكوسيكنت مقلوب مين؟ الساين. طب تنشوف تنشوف عند الصفر هاي الزوج تبع الصفر واحد وصفر هذه ايش؟ كوزاين وهذه ساين. طب هذا على واحد وهذا على واحد ايش مقلوب الساين؟ واحد صفر غير معرف. فالكوسيكنت غير معرف عند الصفر عشان هيك بنعملها مفتوح وهي النقطه اللي بتتوسط الفتره اصلا صح ولا لا؟ وبالتالي الكوسيكنت نفس فتره الساين والتان نفس فتره الساين. هذه مفتوحه وهذه مجزأه نفسها مغلقه من الطرفين. ليش 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 ليش؟ لانه عند التسعين ليش مغلق؟ لانه عند التسعين الساين واحد ومقلوبها واحد بقى معرف عشان يكون مغلقة. اجي للكوتان. الكوتان عبارة عن مين؟ كوزاين على ساين. يبقى علاقة إلها بمين؟ بالكوزاين اللي هي تبعتها تكون من صفر لباي نفسها بس مفتوحة لأن رسمتها برضو تجيني بالصورة هذه بس هنا بكون عند الصفر هنا بكون الصفر أحد الحدود بكون عندي هنا مغلق قصدي متقطع وهنا بكون الباي اثنين وهنا بكون الباي وهنا الصفر. هذه رسمة الكوتان تكون إزاحة نص دورة أو باي اثنين أو ربع دورة. يبقى الكوتان من صفر لباي والسك نفس الفكرة اللي هان خذ فترة الكوزاين صفر وباي مغلق مغلق. إيش بتوسط هذا وهذا؟ باي على اثنين. يبقى هاي باي على اثنين وهاي باي على اثنين. هنا أوبن وهنا أوبن وبينهم التحت ما بتمشي هيك هيك ولا العكس؟ هيك بتيجي الكتاب بالعكس بالضبط. فيها إزاحة تيجي عندنا بالصورة هذه هيك. ايوه كله هيك هنا. طبعا التان التان الأصلية الدومين اللي استقطعناه من سالب باي على اثنين لباي على اثنين الرينج نسال ماذا هي. وبالتالي التان هنا الرينج اللي يكون عندي كل ار اللي هي مكتوب عندك من سالب ماذا هي لماذا هي. فالانفرس ده تكون من ار الى من سالب باي على اثنين لباي على اثنين مفتوح. اطلع على الرسمة هان عندي ايش؟ هاي رسمة التان تحتها تان انفرس. الدومين تبع التان انفرس كل ار لكن الرينج من سالب باي على اثنين لباي على اثنين مفتوحة مظبوط. طيب سؤال من الرسمات اللي قدامي الساين قلنا الساين اقتران فردي اود فانكشن. طب الساين انفرس طلعوا رسمتها اللي تحت برضه متماثله حول نقطه الاصل برضه هي فردي. يبقى الساين زي ما كانت الفصل اللي فات معنا اود فانكشن الساين انفرس برضه اود فانكشن. طب اطلعوا على الكوزاين على الجزء المستقطعينه هل هي اقتران زوجي الكوزاين على اللي احنا مستقطعينه؟ لا على الجزء انا بحكي على الجزء اللي قدامي
لا ما ليش دخل. الكوزاين ككوزاين على R هي اقتران زوجي، لكن على الفترة من صفر لا باي مش زوجي. طلع الانفرس تبعها لا زوجي ولا فردي. روحوا للثاني شوفوا الانفرس تبعها فردي بيشبه الجذر التكعيبي ولا لا؟ هي اقتران فردي. اذا التان انفرس برضو اقتران فردي odd function. يبقى الساين والتان مين اللي له علاقه بالساين؟ اللي قلنا الساين والتان والكوسيكن. هتلاقوا هذول الثلاثه اقترانات فرديه. نكتبها لنا، نكتبها الساين انفرس ساين انفرس اكس وتان انفرس اكس اند كوسيكنت انفرس اكس ار اود فانكشنز. اقترانات فردي. ايش الاقتران فردي؟ يعني ساين انفرس سالب اكس بيساوي سالب ساين انفرس اكس، تان انفرس سالب اكس بيساوي سالب تان انفرس اكس، وهكذا. هي وقفت على هذه بس ها، كوسيكنت هي لو وقفت عليها احسن. كوسيكنت انفرس سالب اكس تساوي سالب كوسيكنت انفرس اكس، تمام. والباقيات ملناش دخل فيهم، ماشي الحال. طيب هذه الفترات تلزمني في ايش؟ نحن يعني قلت لكم كيف تحفظوهن، عشان انا لو بحل في سؤال وطلع الجواب لازم اتاكد من الفترات اللي قدامي هل بيطلع في نفس الرينج ولا بيطلعش. الان الساين انفرس، الساين انفرس من سالب واحد لواحد لا باي من سالب باي اثنين لباي اثنين كلوزد انترفل، اي جواب بيطلع خارج هذه الفتره معناه حل غلط. نشوف مثال، نشوف مثال هيك. انا تقريبا بعتبر شرحت لكم كل التعريف التان انفرس والساين انفرس والكوزاين كله. لما اقول واي على السريع كمان عشان احسب عليكم اني شرحته، لما اقول واي بتساوي ساين انفرس اكس يبقى واي هي الزاويه التي جانبها اكس، وبالتالي بقدر ارسم مثلث قائم الزاويه واحط واي واقول الساين مقابل على وتر، وبقدر اجيب الضلع الثالث لو نزل. لو قلنا واي بتساوي تان انفرس اكس بدي اعتبرها على واحد وارسم مثلث قائم زاويه وهي واي، التان مقابل على مجاور يبقى وتر على فيثاغورس بالجمع فيثاغورس عادي مش مشكله صح. وبالتالي واي هي الزاويه اللي ظلها اكس، بقدر ارسم كل حاجه. في التان انفرس الدومين تبعها ايش؟ تان انفرس الدومين تبعها ار الرينج من سالب باي على سالب باي اثنين. يبقى لما اعطيك واي، واي تساوي تان انفرس لاي عدد في الدنيا لانه الاكس هذا لازم تكون ار، الجواب لازم يطلع ما بين سالب باي على اثنين لباي اثنين. فلو قلت لكم تساوي واحد، واي هي الزاويه اللي ظلها واحد 45 باي على 4 صح؟ يا بتعملي هيك يا اما ايش ممكن تعملي؟ ما عليه كويس هيك؟ انتم حافظين هذا بالالحاس، يبقى بنقول احنا تساوي باي على 4 بيمشي الحال. او ممكن ارسم مثلث قائم زاويه، عارفين مثلث قائم الزاويه؟ عشان تستوعبوا اكثر هي مثال. خلينا قال لي واي تساوي ساين انفرس نص. ايش الزاويه اللي جايبها نص؟ باي على 6 اللي هي 30. طب في مثلث لما يقول لي 1 على 2 مقابل على وتر. في الفصل اللي فات كنا نرسم مثلثات، لما كنت اقول لكم اذا كان ساين اكس يساوي 3 على 5 وإكس تنتمي إلى الفترة من باي على 2 لباي، كنا نرسم مثلث تذكروا؟ الزاوية تقف الربع الثاني صح؟ يبقى بدي أرسمها في المثلث اللي هان، أو المثلث اللي أرسمه هان، هذا اسمه مقابل وهذا وتر. المقابل يوازي محور واي والمجاور ينطبق على محور إكس، يبقى هذا المقابل 3 المجاور يكون 4 من فيثاغورس طبعا، والوتر يخرج من نقطة الأصل إلى نهاية الربع. طبعا هيك مش منطق 3 و4 ما علينا بنجيبها هيك ها عشان تكون منطقيه.
من هذا المثلث تكون هذه ثلاثة وهذا خمسة، هذا بيطلع لي قديش؟ أربعة. بس هذا تكون سالب وهذه موجبة، صح؟ هيك بقدر أطلع للزاوية هذه كل القرنات المثلثية. نيجي لهان، هان عندي الساين نص وموجب واحد على موجب اثنين، يبقى مقابل على وتر. المقابل بده يوازي محور واي، والوتر بده يطلع من هان، يبقى واحد هذا اثنين، بضل هذا عندي قديش؟ في المثلث. وهي الزاوية بقدر أطلع اللي بدي إياه. إيش الزاوية اللي جيبها نص؟ 30. هذه للعلم بس عشان تفهموا المثلثات المرسومة، بذكركم فيها وأنا كتبها للتذكير. المقابل نرسمه يوازي محور واي، مكتوب أنا بصورها وأعطيكم إياها إن شاء الله. المجاور ينطبق على محور إكس، والوتر مخرج من رأس من نقطة الأصل. الوتر مخرج من نقطة الأصل. من هان بقول له بتساوي باي على 6 وهكذا لباقي الاقترانات. نشوف بعض الأمثلة، نشوف بعض الأمثلة. بقول لي اكزامبل 1 صفحة 29، بقول لي ايفالويت. هذا حللناه الآن، ساين انفرس نص حللناه الآن، صح؟ والجواب ايش بيطلع؟ باي على 6 تقع في الفترة ما بين سالب باي على 2 لباي على 2، يعني في الربع الأول أو الرابع. لما يقول لي كوزاين انفرس 1 على جذر 2 واي تساوي ايش الزاوية اللي كوزاين؟ 45، صح؟ تساوي باي على 4. طيب ساين انفرس سالب نص واي تساوي، بدي احله مش زي ما هو محلول عندنا هذا في صفحة 30، بدي احله بحل ثاني، ماشي؟ اسهل لنا. هذا الاقتران مش قلنا فردي؟ اقتران فردي، بدي اطلع السالب فقط مباشرة. احنا مش حليناه قبل بشوية انه لو واي بتساوي ساين انفرس نص يبقى واي تساوي باي على 6 اللي هي 30. طب هذا طلع مش اقتران فرد اتفقنا؟ قلنا الساين واللي له علاقه بالساين اللي هي الساين انفرس والتان انفرس والكوسيكنت انفرس، اقترانات فرديه، يعني ساين السالب يساوي سالب الساين انفرس للنص. هذا لحاله قديش طلعنا الان؟ باي على 6 يبقى سالب باي على 6. هي بسهوله حليناها، لكن محلول عندنا في الكتاب محل سطرين ثلاثه، اه هيك احنا اسهل لنا على الخواص نحن ذكرناها. كمان مثال، لما بقول لي انزلوا تحت على المثال تحت اكزامبل 2، المطابقات هذه الايدنتيتيز ممكن احنا ما ندقش عليها كثير، اه الايدنتيتيز ممكن تساعد في حل بعض الاسئله، لكن احنا خلينا المهم اللي بيساعدنا في الاشتقاق والتكاملات ان شاء الله. اذا لما بقول لي تان انفرس واحد على جذر الثلاثة، لو قلنا واي تساوي تان انفرس واحد على جذر الثلاثة، ايش الزاوية اللي ظلها واحد على جذر الثلاثة؟ هاي هيك هاي هاي واي، مش عارف. انا مش عارف. التان مقابل على مجاور، صح؟ يبقى الوتر 2. هاي الزاوية قديش؟ 30. اذا مش حافظينها من التان احفظوها من الصايم، جيب النص يبقى بتساوي لي ايش؟ طب لو قال لي واي تساوي تان انفرس سالب واحد على جذر الثلاثة، اقتران فردي، بقول تساوي سالب تان انفرس في الأول واحد على جذر الثلاثة، صح؟ وتساوي سالب وهذا لحاله باي على 6 بيساوي لي سالب باي على 6. اوكي. طب لو قال لي كوتان انفرس الواحد واي بتساوي، ايش الزاوية اللي الكوتان تبعها واحد؟ باي على 4. الكوتان هو مقلوبة التان، يعني مجاور على مقابل، واحد على واحد، لأن هذه تعتبر ضمير مستتر تقدير واحد، صح؟ واحد على واحد، فبيكون مثال القابزة أو إلى آخره. يبقى واي بتساوي لي هنا قديش؟ باي على 4. لو قال لي سالب، لا الكوتان مش فردي، الكوتان مش فردي، مالناش دخل فيه ولا زوجي. بالظبط فيش احنا الثلاثة قلنا الساين وقرايبها، الساين والتان والكوسيكنس، بس الباقي هذا بندبر حالنا فيها. الله اعلم، انسوها بدناش فيها. ايوه يبقى هيك.
هاي هنا قال لي كوتان هاي دي قال لي كوتان انفرس سالب واحد بقول له هذا على واحد صح شيء طيب واي بتساوي ايش الزاويه اللي الكوتان تبعتها سالب الكوتان تبعتها سالب واحد طب الكوتان مين على مين مين على مين مجاور على مقابل مجاور على مقابل المجاور سالب والمقابل موجب صح يبقى هاي المجاور سالب والمقابل يوازي محور واي يبقى هذا سالب واحد وهذا واحد يبقى في الربع الثاني اي إز هذا قديش يطلع جذر اثنين يبقى هذا الزاويه قديش في الربع الثاني حتطلع من الوصل في الربع الثاني طب الزاويه الاصليه انسوا السالب 45 يبقى هذه 135 135 يا ستي هذه قديش 45 قديش بالباي يعني ربع الربع من هذه كلها باي شيل باي يبقى 3 على 4 باي او 3 باي على صح هي بندبرها الرسم هيك ساعدني انا طيب بنكون وقفنا عند derivative of y تساوي sin inverse تمام عند اللي هي المشتقة عشان نكون واقفين زينا زي الطلاب ان شاء الله